أنا الإظهار، أنا البيان والوضوح، وأنا النطق بالنون الساكنة أو التنوين من مخرجهما من غير غنة. ما هو حروفه؟ همزة ها عين خاء عين حاء غين خاء. من معطى الحروف البيت الشعري؟ آخر ها هي عين حازم غير خاسر. ما تسمية الإظهار الحرفي؟ لأن حروفي الستة تخرج من الحلق. أبدا 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 أبد